الالوان الالوان الالوان. ايش اكثر شيء بيخلينا نستمتع بمشاهده الافلام والبرامج والمسلسلات؟ اكيد الصوت الرائع، بس كمان الالوان المبهره. في تلفزيونات LG OLED ونانو سيل في ميزتين رائعات اعطانا اياها بروسيسورز الفا 9 والفا 7 جنريشن 2 بيرفكت بلاك، حنحكي عنه كمان شوي. والشيء الثاني الالوان الحيويه والفيفيد واللي بتعطيكم درجه لا نهائيه من شيدز الالوان. وجود هالبروسيسورز بالتلفزيونات بتساعدنا نخلي الصوره افضل ما تكون، بتزيد الشاربنس، بتخفف النويز، بتزيد الحيويه بالالوان، وحتى الدبث بتزيده، وهذا بخلي الصوره كانها بدها تطلع كمان شوي من الشاشه. الاي اي خلى الشاشه الاخيره والجديده أكثر تميزاً من أي شاشة تانية، والسبب إنه الـ AI صار يقدر يقرأ المصدر اللي بتيجي منه الصورة على سبيل المثال أو الفيديو، بيعالجها، بحسنها وبيقدمها لنا على طبق من ذهب. وبصير ولأنه عنده نظام الديب ليرنينج، كل ما تيجي هاي الصورة وهذا الفيديو من هذا المصدر تلقائياً بيعالجها وبيقدمها بأفضل طريقة ممكنة. البيرفكت بلاك موجود بشاشات الأوليد، وحكى عنه احذروا مين؟ بروديوسر فيلم باتمان. Perfect black is the portal to perfect color. Perfect black creates perfect color. مايكل يولسن حكى لنا انه افضل طريقه لتشوفوا فيلم باتمان في البيت هو شاشات OLED، لأنه درجة السواد فيها رائعة، البكسل فيها مطفي وبتشوف السواد على حقيقته والبياض على حقيقته، وبالتالي بينهم تدرج الألوان شيء رائع جداً. البروسيسورز والاي اي وجودهم التنين بشاشة LG الجديدة خلى الشاشة كأنك قاعد بسينما وأكتر. احنا كصناع افلام او انتم كمصورين فوتوغراف او ناس بحبوا يعالجوا صورهم باللايت روم والفوتوشوب على شاشة كبيرة او ناس بس بتحب تتفرج على الأفلام مثلي كمان، بهمنا جدا الالوان، بهمنا لما نشوف المشهد بين الشرطي بيلحق المجرم بالليل بغابه معتمه انه ما نشوف كل شيء مبكسل واسود ودرجات مزعجه ونصير بس نعتمد على الصوت نعرف المجرم انكشف او لا، بهمنا جدا انه كمان نشوف المشهد بكل وضوح وصفاء، سواء كنت محترف او كنت غير محترف بعالم التصوير كلنا بنحب نشوف الفيلم صح.